غير الاخوان اللي باغيين الراي الحضور ديالو يكون ضروري بزاف، وانا هو راه في الكرسي ديالو مشوا غادي يجي. مروا دابا الاخوان اللي غادي يتدخلوا عندي وغادي يبغوا يتدخلوا عندي في الراي. انا واحد النقطة باش الاخوان اللي غنبقاو في نقطة النظام اللي دخل والاخوان اللي حبسوا هاد الجرائم غتبقى تجرائم. حتى الشيء اللي دار لنا تحت المسلمين هادي